ايوه اتفضل. فنجون الترفيه تبع شمس. بالصور فهمنا قشطت ايه وما رفعتيها. ايوه هون لا انا ما في شيء انا اشوفه عادي. هون انا قلت لك لا الصور الثانيه كان اوفر. يس لا انا عادي هون عادي. يس بالصور اشطح. ايه طيب هيدا ما هيدا ترفيه. شو هيدا شو بتسميه؟ يا اوف كورس انت فيها كميه بوزيتيف هالاغنيه مش طبيعيه. وبعدين معناها حلو يعني ما فيها اي اساءه. اغنيه نجحت وضربت وكسرت مشان هيك وقفوا لك اياها من كل القنوات؟ لا هي شوف كلمه توقف اول شيء انعرضت كل المحطات بس كاوديو لا بلا الى الان في كل المحطات بس كاوديو لان ما انفهمت كلمه اشطح مفتكرينها انها هي اساءه او بس هي شو يعني اشطح؟ يعني اهرب اغرب من وجهي يعني ما ابغى اشوفك هيك اشطح يعني؟ اي والله ما شوف باجي كلامها ما هي كذا معناها اصلا كلمه عراقيه مشهوره يعني انا ما الفتها فلانها مش معروفه عند برا العراق فمفتكرين انها اساءه ذاتس هذا كان سبب المنع كاوديو بس كفيديو لا احب الاغنيه كثير هذا بررت في شمس خلينا نشوف كليب ثاني نحن